ايه الصوت ده؟ احنا في اليونان ولا في السبتية؟ ولا هشام جامل اوروبي كده؟ اوروبي ايه؟ ما احنا في اوروبا. وماشي اختار يا فهمي. اختار يلا. اختار ايه؟ انا اللي هلعب الاول. في ايه يا معلم؟ انا هلعب وانت هتنزل نيكست. يا حبيبي احنا قاعدين قبليك يا بابا. في ايه؟ انا اللي موصل الباد في البلاي ستيشن وانا اللي هبتدي. وماشي يلا. طب اقول لك حاجه، خد الدراعات ده اللي بايظ يا حبيبي. بقول لك ايه؟ نعم. ما تخلينيش امد ايدي عليك. قوم هنلعب. احنا مش قايل لك انا هلعب الاول؟ شيكو اللي قال اهو. قال شوف قال شيكو. والله العظيم. طب ماشي. هتلعب بمين؟ هتلعب بمين؟ انا هلعب الاهلي. وانا هلعب بريال مدريد. وانا هلعب برموح وهخلي الفرقه كلها محمد صلاح. قوم يلا انزل. انا هلعب انا وفهمي الاول وبعدين العب انت هشام. ايه المشكله يعني؟ يلا. طب ماشي وريني مين هيوصلها لكم في التلفزيون بقى. هو فين التلفزيون؟ فين التلفزيون؟ تلفزيون؟ انا نسيت اجيب التلفزيون. نسيته؟ اه. امال الطبق اللي انا كنت بوصله فوق ده على ايه؟ انا اسف يا جماعه بجد. انا مش اسف يا جماعه بجد. عايز ايه يا هشام؟ خمس دقايق تنزل تجيب التلفزيون وتيجي. لا مش قايم يا هشام. طبعا انزل يا شيخ لو سمحت. مش هقوم يا جماعه، تعبان جدا يا جماعه والله. تعبان بس اقسم بالله. شيكو لو سمحت، انت امبارح سرق 20 يورو من محفظتي وما اتكلمتش. انزل بقى هات التلفزيون دلوقتي. شيكو لو ما نزلتش تجيب التلفزيون اقسم بالله حكلك حته قفا. بس لو اعرف ارفع دراعي. بس اقسم بالله العظيم يا هشام لو اعرف اقوم دلوقتي كنت قمت كلتك علقه. ده انا قله ادب يا جماعه بجد والله. بص بيتكلم ازاي فاهمي. و20 يورو ايه فاهمي اللي خدتها من محفظتك؟ قوم عشان اعرف اقوم بقى عشان الليله دي مش هتعدي. قوم. طب انا هقوم بس ما تضربوش. ماشي ماشي. لا بس يا هشام. ايه مش هيلني كل حاجه على ظهري وانت قاعد مفخد هنا يا عم؟ مش مفخد يا عم. انزل هات التلفزيون. مش هنزل يا هشام. بقول لك ايه، انزل هات التلفزيون. خمس دقايق مش هنزل. انا عملت حاجات حلوه جدا. هم دول يا حضره الصف، هم الاثنين دول، هم دول صح، هم دول عاملين ده. ايه يا جماعه؟ انت بتسلمنا يا فهمي؟ اقلعي مالطو واعملي لهم فضيحه هنا. اقلعي مالطو. مالطو بتسلمنا يلا. ماشي جايبين بتاع امن تخوفونا بيه؟ هنخاف من بتاع الامن؟ مش امن ده. ايه مين ده؟ ضابط. ده المخدم جورج كيرياكوس هنا. اقلعي مالطو. انا بقول لك اقلعي لهم مالطو هيخافوا. ماشي اخو مبارو بونا بتوجيه الناس. حضرتك معاك اذن من النيابه؟ دو يو هاف بيرميشن؟ انت كشم له هيجيب ورا على طول. كشم له هيجيب ورا. دير وشك. ده اول يوم نسكن هنا في العماره، احنا سكان جداد ودافعين الايجار وكل حاجه، بس احنا فعلا ما كناش نعرف ان البلاي ستيشن ممنوع. دونت بي لاود. دونت بي لاود. اكسكيوز مي يا حضرتك. بالظبط انا هعترف بكل حاجه. يعني انا فعلا نسيت اجيب التلفزيون، بس مش قصدي والله العظيم. انا جبت حاجات تانية كتير جدا يعني. اسفت. انا هنزل اجيب التلفزيون. صح عندك حق. بعد اذنكم. انت صح. يلا تعالى. احنا اسفين جدا، اسفين لحضرتك جدا.